اكتشاف كائنات غامضة تعيش في موطنها السري أسفل المحيط، وتسببت في دهشة العلماء حيث تجمدت الأوصال وجحزت العيون من مظهرها. ماذا وجد العلماء أسفل صفحات الماء؟ من خلال بحث جديد، كشف العلماء العالم السري لمخلوقات لم تكن معروفة للبشر من قبل، والتقطوا لها صورة مذهلة في موطنها السري تحت جبال المحيطات. هذه النظم البيئية المكتشفة تضم أكثر من 100 نوع غامض لم يتوصل إليها العلم من قبل. اختفت في ظروف معقدة أسفل الجبال البحرية حتى كشفها معهد شميدت للمحيطات، والذي نجح بفضل جهود ضخمة في الوصول لموطن هذه المجموعات المتميزة من الأنواع الغريبة. خاف ياريس لانس، عالم الأحياء البحرية وهو المشرف على هذا البحث، أكد أنهم توصلوا إلى هذه الأنواع الغريبة من الكائنات البحرية في هذه الجبال، حيث وجدوا أشياء لم نكن نتوقعها. النتائج التي حصلنا عليها غير عادية. خبراء معهد شميدت للمحيطات استكشفوا مجموعة تضم أكثر من 200 قمة تحت الماء على مساحة تمتد لمسافة 2900 كيلو في منطقة من أهم المناطق قبالة سواحل تشيلي وبيرو، حيث تعد تلك المنطقة موطناً لأندر أنواع الأسماك. الفريق العلمي للمعهد بحث أيضاً خارج تلك المناطق المحمية عن طريق الاستعانة بمركبة تحت الماء على ارتفاع يصل لحوالي نحو 4.6 كيلو متر، ليجدوا أشكال حياة فريدة لم ترى في أي مكان آخر على الأرض. ويرى العلماء أن من المحتمل وجود هذه الكائنات في هذه المنطقة نتيجة لعزلة سلسلة الجبال ووجود منطقة كبيرة ذات مستويات منخفضة من الأكسجين ما أتاح لها نظام بيئي فريد من نوعه. وذكر العلماء في المعهد أن من بين الكائنات المكتشفة الشعاب المرجانية في أعماق البحار، والأسفنج الزجاجي، وقنافذ البحر، والكراكند، علاوة على أنواع عديدة أخرى. المديرة التنفيذية لمعهد شميدت للمحيطات جيوتيكا فيرماني أكدت أنه قد يستغرق التعرف الكامل على الأنواع الغريبة سنوات كثيرة، حيث يوجد عدد لا يصدق من العينات من هذه النقطة الساخنة للتنوع البيولوجي الجميلة والمذهلة وغير المعروفة أيضا، التي يقوم الباحثون الآن بتحليل اللقطات والعينات الخاصة بهم. يعتقد العلماء أنه يوجد ما يصل إلى نحو مليون نوع متعدد الخلايا يعيش داخل المحيطات التي تغطي 70% من سطح كوكبنا، في حين توصل البشر إلى رسم حوالي 6% فقط من قاع المحيطات بالتفصيل، مما يترك ما يقدر بثلثي هذه الأنواع مجهولا ولا تعرف البشرية عنه شيئا، ما يتيح الفرصة أمام البشر لاكتشاف مزيد من الأنواع النادرة. بعد نجاح علماء المعهد في ملاحظة جزء صغير من أسرار الكون وكائناته الغريبة التي اختفت في عالمها الخاص أسفل سلسلة جبلية لم يصل إليها البشر من قبل، فهل يكتشف العلماء أسرار الكون؟